السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء شكرا لكم على الدعوة ديالكم الزوينين في الوقت اللي كنت مريض، وشكرا لكم على التفاعل ديالكم لا مشروط في الحلقة الأخيرة لحساسية الأولتراس ما بين العساكر والسلاويين، الناس اللي كتسرق لنا الفيديوهات وكتحط الحلقات في السوشيال ميديا زعما راه كنضربوا تمارة والخدمة، وبنادم كيهز لك فيديو بحال ما خصو حتى شي خير. ما بغيناش نسمكو بنادم بشي كوبيرايت. على العموم الله يهدي ما خلق، نبداو الحلقة ديالنا على بركة الله. حلقة اليوم غادي تكون على الريد بيرات القراصنة الحمر، وغادي نرجعوا بواحد الفلاش باك بزاف والحكاية اللي بدات من 2006. جمعوا كليكا ديال الدراري سلاويين كيعشقوا الادوزيس وبغاو يهزوا بالمدينه، وقرروا يبداو الحركيه عن طريق الاجتماعات في كاع الحومات السلاويه، وبداو التعبئه ديال الجماهير. وداكشي اللي كان القاعده الجماهيريه بدات كتكبر، وخصوصا الباسكيت اللي شهد على اول باشاج. وفي الحقيقه الريدز بدات في اواخر 2005 تحت اسم بيرات روج 05 اللي ترجمات للريد بيرات من بعد. وغيت تجمعوا دراري نقيين وناضيين في الدومين، وما كانش مرحب باي واحد، بحيث الا كنتي غتعطي اضافه مرحبا بك، كان راسك خاوي بحال نهار الحد ما عندكش بلاصه، حيت كانوا بزاف الجروبات ديك الوقيته بحال ريد غوست الواريور والبيرات سيتي، والقائمه طويله. هاد المجموعات ما كانتش عندها رؤيه محدده، شي كيشرق وشي كيغرب، والجروب دار خدمه كبيره لمحاربة العبادة، وداروا حملة كبيرة أيضا في العام اللي غطلع فيه الجمعية، وكانوا كيمشيو لكل حومة فسلة بالباش والطبل في بزاف الأحياء سلوية بحال حي السالم، حي النصر، درو الجامع، بن سعيد، النافورة، السهب، تابريكت، العولة، الصفاء، باب سبتة، والقائمة طويلة. هاد الكوانات وهاد الأحياء شاهد على بزاف اللقاءات وليرينيو مع الجمهور السلاوي، وكيريحوا معاهم باش يوعيوهم باللي راه مسروحين إعلاميا وفريق المدينة أولى. وبالفعل في بداية الموسم غادي يبان واحد الكم هائل من الجمهور السلاوي اللي كان كبير بزاف بسبب الحملة اللي دارت، لكن من بعد غتبان واحد الظاهرة بحيث كلشي بغا يولي أولترا فسلا، وبزاف داروا باش وكليكا، وكانوا شي 100 نواة تقريبا. وبما أن الريدز ما كتقبلش أي واحد، غادي يقرروا يجمدوا النشاط ويجمعوا كاع البيشان، والنص ديال الدراري ديال الريدز ما تقبلوش ديك العشوائية. وبصح عمرها تيسرات الامور، واحد الوقيته بدات فكره الريد بيرات كترجع عاوتاني، هو يكثر واحد الصداع مور ما مشى الباش ديال بيرات في ماتش الباسكيت في مدينه فاس، وبالفعل غادي يحبسوا، لكن من موراها جاو دراري جداد وتبناو البيرات. 2013 رجعت الريدز بدراري زايدين نغزه في العقليه ومختلفين على الباقيه، لكن بنفس المبادئ والطاقه المتجدده الى يومنا هذا. بخصوص باش المجموعه راه معروف، لكن كاين واحد البلان كيقول بان المجموعه مشى لها الباش من طرف الوينرز، وبعد بحث طويل تاكدت بان الباش فعلا مشى، لكن لا يموت المجموعه باي صله، بحيث ان عضو كان ترفض من طرف المجموعه وما تقبلش بتاتا طبع باش راسو وكتب فيه الريد بيرات، وكان ناقصو حرف اس، وغادي تشد به فوستران من طرف البوليس ولي كونترول حيت ما كانتش عنده ورقه، ودازت سنوات وغيبان مكمش ومقلوب، وحتى الوينرز ما تبناتش هاد الباش بحال بغيتي تقول غير تخربيقه وصافي. وعلى ذكر الوينرز في واحد العام ريحوا شهر كامل في سله حيت كانوا روشيرشي من طرف موالي الوقت، وكانوا كيحترموا السلاويين. وباش نكونوا واقعيين 2005 كانت سله كلها جراد وبحمرون وما محكوماش. من بين اعمال المجموعه بعد الرجوع فوال كونتر فريق الوداد البيضاوي بعنوان بولير اللي غادي ينسبوها للمدرب الالماني يورغن كلوب، بحيث كيقول الركض هو الجري للحيوانات
والكرة اللي تلعب كرة القدم 2018 وبالقاع المغطات تيفو مونوبولي بالعربية كل شي ديالنا وحنا ملوك كرة السلة 2020 تيفو معشق للأسطورة أندرتيكر وميساج كبير لتحت The Heart is Bold That's Look on Gold وتيفو فوال كونتر برشيد اللي كيمطلقو ديال المجموعة Red or Dead مصحوبة برسالة Gold and Peace Iron and War سنكون ذهبا في سلام أشداء في الحرب بعد المجموعة غتنضم أقوى ميتينغ في تاريخ السلة افانت غارد اللي كان بشكل منظم من ناحيه توحيد اللون والكاجوال ومن بين اهم المحطات المهمه في تاريخ الريد وفي عالم الالتراس ومن هذا المنبر كنقول لكم دخلوا عند خويا عالم الالتراس وتابوناو عنده لانه يستاهل الخدمه اللي كيدير. نكملوا الحلقه ديالنا فمثلا نهار 16/5/2013 وبعد رجوع المجموعه مباشره قامت بالمشاركه بمسيره سينميه تضامنيه مع الجماهير العسكريه بشارع محمد الخامس بالرباط. اما الميساجات المهمه في الحركيه وغادي نبداو بالاولى لارجون في دي تيفو نون دي فغي اولتراس بمعنى ان الفلوس يمكن لك دير بها تيفوات لكن ما عمرك تعيش بها الاولتراس الحقيقيه. ورساله اخرى في قاتل الموفمون المغربي مرض الخوف والترحيب ينخر جسد الحركيه وبصراحه انا معاهم في هذا البلان حيت ديك رحب بيا رحب بيك قتلات الحلوه ديال الموفمون. الميساج الثالث واللي كان بمدينه طنجه وهذا الميساج ناض عليه صداع كبير وشبكات داك النهار وضروري ما نديروا عليه شي حلقه في قادم الايام ولا مناداوات الحركيه في عداد الاموات. اما في اطار لعبه الالتراس مجموعه غتقوم في تيكاك باش الالتراس كافاليرز معروفه قاع الدرب الالتراس فاناتيك والجروب بعد الرجوع ديالو غادي يخرج اول برودوي اللي هو عباره عن تيشيرت بعنوان بورن تو ريبيل وعلى ديك المنتوجات المجموعه ريد بيرات كتبقى اول الالتراس مغربيه اللي غادي تخرج كاشكول وما غادي تقلب حتى غادي تدوز عامين تحت اسم ميني انمي بات الود دي اونور. المجموعه معروفه بالكاجوال الالتراس وكتركز بزاف على اللون الكحل والاحمر كون كريدز كونك اولتراس مليون في المية ونهار الماتش لبس الكحل واجي بكري وتفادى الصداع ديال الدخلة ديال التيران صحاب السروال المقطع والصندالة الميكا ما داويش معاكم. اضافة الى شحن اللاعبين بطاقة ايجابية اثناء التدارب مع رسالة كبيرة تقاتلوا وراكم رجال ماشي كيف الرعاوي اللي جابهم المال وكونت الراسينغ البيضاوي بكازابلانكا غيكون تيفو فوال اللي كيمثل اسم الجروب ريد بيرات وفي الوسط لوغو ديال المجموعة ومن ابرز تيفوات داخل قاع المغطاة وغنبداو بواحد الطروات ديوار لكل من لاعبين كوردو ناجح وفي الوسط المدرب البوزيدي على داكشي اللي قدمو لفرع كرة السلة مع رسالة لتحت سترايك هارد نو ميرسي اللي كتعني اضرب بقوة بدون رحمة وتيفو طروات اللي كيمطلقو جمعية السلة مع فيراجيست اللي كيمثل المجموعة وكيرتدي ماسك مضاد الغازات السامة واللي غادي يأكدو فيه وخا سمو الغازات ديال الفساد والأشرار حنا راه معاكم حروبات وغادي نحميو راسنا من كاع الخطر والفساد اللي داير بينا مع رسالة لتحت بمعنى ان المجموعه داخل الملعب غتبقى هي الدرع اللي كيحمي الفريق. ومن ناحيه الالبومات وكاول البوم في تاريخ المجموعه انديمونيزم باربعه تراكات. اما من ناحيه التراكات المستقله للمجموعه كيبقى ابرزها تراك اللي كيخص الحركيه تحت اسم اولترا كلمه كبيره وكذلك تراك 30 سبتمبر وتراك فوتبول مينوتي ومن اخر جوج تراكات الاخرين حكايه 10 سنين اللي لخصوا فيه كاع داكشي اللي دوزوا من بعد الرجوع على فكرة تجميد النشاط من 2013 إلى يومنا هذا وآخر تراك اللي كان بعنوان سلاوة. بلا ما نساو أن المجموعة حاربت الإدارة الفاسدة ديال شوكري وقزدار والتويجر والقائمة طويلة وكانت سباقة للوقفات الاحتجاجية بطرق سينمية بل أنها جرت بعيد وصوت القراصنة الحمر يوصل لأبعد نقطة. واخيرا وصلنا لنهايه الحلقه نتمنى تكونوا تفرجتوا واستمتعتوا وتكون عجبتكم الحلقه مزيان واللي كان كيعجبكم المحتوى اللي كندير زيدوا سيبورتيونا بلي لايك ولي كومونتير والبارطاج وتابعونا فلاشين وفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد وتحياتي لكم. سلام عليكم.